أطفالي الأعزاء، اليوم سندرس الدرس الموالي وهو الخطوط العمودية. لا ننسى أننا في الدرس الفائت قد تعرفنا على الخطوط الأفقية، فلنتعرف معنا اليوم على الخطوط العمودية. سنأخذ قلمي ثم أتبعوا السؤال. ماذا يقول السؤال؟ أتتبع الخطوط المتقطعة وأتدرب. أين هي الخطوط المتقطعة؟ نعم، هذه هي الخطوط المتقطعة. وما هو دوري أنا الآن؟ فقط سأتتبع تلك الخطوط. هيا أصدقائي الأعزاء، فلنتبع مع بعضنا تلك الخطوط. أبدأ بالخط الأول وهو قصير، ثم الخطوط الأخرى وهي أطول بقليل، ثم الخطوط التي بعدها، وأكمل بقية الخطوط. لا تنسوا أن تتبعوا هذه الخطوط بانتباه. نعم، أحسنتم. أكملت تمريني، وهل أكملتم أنتم أيضا؟ نعم، أحسنتم. ولكن يا أطفال، ما هذا؟ هل تعرفونه؟ هل أجبتم الإجابة الصحيحة؟ نعم، إنه سيرك. أين يلعب الأسد والقرد والفيل؟ أحسنتم. الآن سننتقل إلى التمرين الموالي. هنا يقول التمرين أتتبع الخطوط المتقطعة. هذه هي الخطوط المتقطعة، هل ترونها؟ أحسنتم. احنا توا باش نتبع الخطوط هذيك، باش نختار القلم الأحمر بتاعي ونتبع الخطوط وما نحاول ما نخرجش عن الخط كيما انا قاعده نعمل توا. صحيتو، ونحاول نتبع الخطوط متاعي. هذه تسمى خطوط عموديه. الخطوط العموديه تكون دائما واقفه، والخطوط الأفقية تكون في بعض الأحيان نائمة. أنا أكملت، هل أكملتم أنتم أيضا؟ أحسنتم يا أطفال. هل تعرفون ما هذه الحيوانات يا أطفال؟ إنها ضفدع. نعم، إنها ضفدع. هذه ضفدعة كبيرة، وهذه صغيرة، وهذه أصغر بكثير. احنا اليوم في التمرين هذايا شنو هو الدور متاعنا؟ الدور متاعنا انه التتبع الخطوط المتقطعة لإخفاء الضفادع. معناتها احنا توا باش نخفيو الضفادع هذوما. اما كيفاش باش نخفيوهم الضفادع هذوما؟ يلزمنا نتبعوا الخطوط المتقطعة هذية اللي قاعدين تشوفوا فيها باش الضفادع تختفي. وما هذه الخطوط؟ ما نوعية هذه الخطوط؟ ما اسمها؟ اسمها الخطوط العمودية. الخطوط العمودية، كرروا معي، الخطوط العمودية. أحسنتم. توا باش نتبعوا الخطوط هذية من الأول للآخر. Thank you.
هل تعبتم يا أطفال؟ لم يتبقى الكثير، لا يزال لدينا خط واحد، سنتبعه هكذا. أنهينا. هل اختفت الضفادع؟ نعم، لقد قمنا بتخطيط الضفادع باتباع الخطوط المتقطعة، وهكذا أصبح لدينا خطوط متقطعة أم مسترسلة؟ خطوط مسترسلة، نعم، وهي تسمى الخطوط العمودية. هذا هو التمرين الموالي. كماذا يقول هذا التمرين؟ علينا اتباع الخطوط المتقطعة لنصل إلى هذه الحيوانات، لكن قبل ذلك خلينا نتعرف على الحيوانات متاعنا. هذا شنو؟ هذا عصفور، وما هذه أيضا؟ فراشة. وما هذه؟ هذا نحول، وهذه نحولة. هذا نحول، وهذه نحولة، وهذا أيضا عصفور آخر. هيا نصل الحيوانات بالخطوط، فلنبدأ في بادئ الأمر. الخط الأول باش نوصل به للعصفور الأول. باش نبدل القلم متاعي، نختار الأحمر ونوصل الخط الثاني بالفراشة. شفتوا أنا كيفاش قاعدة نتبع في الخط المستقيم من غير ما نخرج عن الخط؟ باش نبدل، ناخذ القلم الأزرق ونوصل الخط الثالث بنحول، لأصل إلى نحول، ثم أختار اللون الأصفر لأصل إلى نحولة. نعم، هكذا وصلت إلى نحولة. لنأخذ القلم الأسود لنصل إلى العصفور الثاني. هكذا أتبع الخطوط المتقطعة لأتحصل على خطوط عمودية. هذا خط عمودي، وهذا أيضا، وهذا أيضا، وهذا أيضا، وهذا أيضا. إذن لدينا 1 2 3 4 5، لدينا 5 خطوط عمودية. لا ننسى اسم هذه الخطوط، عمودية. هكذا أطفالي الأعزاء نكون قد أكملنا درس اليوم، وهو الخطوط العمودية. لا ننسى أنه الخط العمودي يكون دائما واقفا هكذا، وكما نرى الآن هكذا، والخط الأفقي الذي درسناه في الحصة الفائتة يكون نائما هكذا. هل فهمتم الفرق ما بين الخطوط العمودية والخطوط الأفقية؟ درس اليوم كان عن الخطوط العمودية، وأنتم أنجزتم تمارينكم بكل نجاح. أحسنتم أطفالي، إلى اللقاء.